صحفية من نيويورك تايمز. مدام أهلا وسهلا فيكي. أنا أجيت لهون مشان نحكي بخصوص يلي صار بجمعية يهود بروكلين. يعني أنتي أجيتي تشوفي اليهودية اللي بتكره حالها؟ لا مو هيك مدام، أنا أجيت أسمع رأيك أنتي. بفهم من كلامك إنك سمعتي الرأي الثاني. تفضلي سأليني اللي بدك اياه، انا مستعده. سويناها. حاضر مدام. انتوا ما راح تزوقوا؟ تاركيننا هون وعم تتفتلوا بالبيت مثل السياح؟ كنا عم نشوف معمارية البيت العربي. يا اخي عن جد شيء مزهر. مو معقولين هدول الاثنين، كل ما بيجوا لهون بيندهشوا من معمارية البيت العربي. شو جنابكم سياح ألمان يعني؟ لا بس شي بجنن عن جد، أنا كل مرة بشوفه لهالبيت بتفاجأ بشغلات جديدة. يلا تفضل. إيه؟ الله يديم عليكم نكت الاكتشاف. ليش عم تتمسخري ست صفاء؟ حبيبتي هذا البيت غير كل البيوت. أنا هون بحس بالأمان. مزبوط حكي لبنى، هذا البيت أمان. شو حنان؟ هلا لانه بيتكم بدك تعملي لي قصر سحري؟ هيك شيء. هذا البيت له قصة. ابوه لجدي كان يشتغل بالجمعيات السرية العربية ايام العثمانيين، بعثوا لحتى يمسكوا. ما عرف وين بده يروح، ما لقى حاله غير ماسك ابنه وعم يركض بهالشوارع لحد ما وصل على هذا البيت. مرحبا يا اختي، الله يخليك، خبينا عندي الدرك لحقينا. المرأة أوت أبوه لجدي وشارت عليه أنه يتخبى بهاي البحر. بالبداية هو ما صدق، معقولة حدا يتخبى بالبحر؟ ما بعرف شو يلي خلاه يصدقها. وبالفعل العسكر قلب البيت فوقاني تحتاني، ما حدا خطر على باله أنه يتطلع بالبحر. الله عمى على قلبه. ثاني يوم المرة توفت، قام أبوه لجدي سأل بالحارة عن أهلها، ما حدا عرف عنهم شي. قام دفنها بمقبرة باب الصغير، ولما رجع على البيت لحتى ياخد جده رأفت، قام لقى معه سند تمليك بالبيت، مع أنه المرة ما حكت ولا كلمة مع أبوه لجدي ولا حتى سألته عن اسمه. بس كأنه هالقصة خيال علمي. ما بعرف، أنا هيك سمعت للقصة. وانتي صدقتيها؟ يعني ما في شي خليني كذبها. بتعرفي حنان؟ أوقات بحس جدي رأفت إنه كتير حنون على النسوان. لا عن جد، يمكن لأنه ربي بلا أم. هو حنون ونسونجي.